طيب انا معايا على التليفون دكتور محمد عبد العاطي، عميد كليه الدراسات الاسلاميه والمنسق العام لبيت العائله المصريه. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، ومساء الخير على ضيوفك، ومساء الخير على المشاهدين. يعني لو اعرف من حضرتك ماذا يبقى في ذاكره حضرتك عن الراحل دكتور محمود حمدي زقزوق؟ الدكتور محمود حمدي زقزوق هذه حاله فريده، يعني متميزه وفريدة، ما أعتقدش أنها ممكن تتكرر بسهولة في الأجيال الحالية. هذا الرجل يعني كان يتميز بصفات ما توجد في باحث أو في طالب علم أو في أستاذ جامعي في هذه الأيام. أولا كان عالم كبير جدا، راسخ في العلم بمعنى الكلمة، يعني كان من الراسخين في العلم بمعنى الكلمة. أيوة. الرجل تشرب المنهج الأزهري، ويعني المنهج الأزهري منهج وسطي معتدل، فالرجل تشرب هذا المنهج وتمثله تمثلا كاملا، ثم زاد على ذلك أنه يعني صار كأنه عصفور يذهب من الشرق إلى الغرب، ينهل من علوم الغرب ومن ثقافة الغرب، واستطاع أن يدمج دمجا عجيبا بين ثقافته الدينية الوسطية الأزهرية الأشعرية المعتدلة الشرقية، أيضا حضارته الشرقية، وبين الفكر الغربي، وهذا طوعه لخدمة شرقيته ولخدمة معتقده وخدمة توجهه الفكري والفلسفي واللغوي والديني. وكان هذا الرجل رجل فريد كما قلت، وهذه مسألة يعني ربما أقول يعني ولد بها، يعني هذه موهبة وهبها الله إياه، أنه يستطيع أن يتواصل معك ويستطيع أن يستمع إليك، كما يعني يقول أبونا أرمية مكرم معك الآن وأنا بمس عليه وأسلم عليه حبيبي أخويا. سلام يا دكتور محمد. يعني فعلا هذا رجل كان يعني الكلام فيه يعجز عن الوصف الحقيقي له، يعني مهما نقول في حقه فلن نوافيه قدره. فنحن بالنسبة له تلامذة التلامذة، يعني الدكتور زقزوق كنا نتعامل معه عندما نجلس معه أو نتعامل معه نتعامل تعامل التلميذ لأستاذه، بل هو أستاذ أستاذي كما يعني يقال، فإذا جاز أن نقول ذلك فهو أستاذ الأساتذة. أشكرك جدا. الرجل له باع كبير في الفكر الفلسفي، واستطاع أن ينهل من الفلسفة بمدارسها المتعددة، وكان له باع كبير في دراسات الفلسفية الإغريقية اليونانية، من أول المدرسة الأيونية، المدرسة الطبيعية، المدرسة الإيلية، السوفسطائية، الفيثاغورية، ثم الطاليس وأنكسيمندر وأنكسيمنس، وكل هؤلاء هو سقراط وأفلاطون وأرسطو والمدرسة الرواقية والأبيقورية إلى غير، يعني كان موسوعة علمية. أنا بشكرك ثم بعد جداً. ذلك تمثل المنطق الأرسطي تمثل رائع جدا، واستطاع أن يطوعه لخدمة منهجه الأزهري الأشعري. أنا بشكرك فيعني جدا دكتور محمد عبد العاطي، عميد كلية الدراسات الإسلامية والمنسق العام لبيت العائلة المصرية، شكرا جزيلا ليك يا فندم.